سبور إكسبرس. مساء النور، مرحبا بكم في سبور إكسبرس. المنتخب الوطني التونسي لكرة السلة انقاد للهزيمة الثانية على التوالي في النفض الرابعة من تصفيات كأس العالم. الهزيمة اليوم في قاعة مزالي في المنسير كانت ضد منتخب السنغال 73-63، هزيمة تعقد بصفة كبيرة مهمة المنتخب في الترشح لكأس العالم قبل مباراة الكونغو الديمقراطية غدوة، يعني في الجولة الثالثة من النفض الرابعة، وما زالت كيف النافذة الخامسة اللي باش تلعب في السنغال. لكن بعد هزيمة البارح ضد مصر وهزيمة اليوم ضد السنغال، حظوظ المنتخب تولي ضئيلة في الترشح لكأس العالم. إن شاء الله المنتخب الوطني التونسي يدارك في مباراة غدوة ضد الكونغو الديمقراطية ويدارك بعدها في النافذة الخامسة في السنغال. المنتخب الوطني التونسي للكرة الطائرة افتتح مشاركته في بطولة العالم بانتصار على بورتوريكو 3-0. المقابلة الثانية بشكون نهار الاثنين مع 7:30 ضد أوكرانيا. نحكي وفوت وجدي كشريدة فسخ اليوم عقده مع ساليرنيتانا الإيطالي وعنده عرض من أحد الفرق اليونانية، وبش صح في الساعات القادمة حسب مصادرنا الفريق اليوناني هو أتروميتوس، والاتفاق حاصل ما بين زوز أطراف على عقد لمدة زوز مواسم. النادي الصفاقسي انتصر اليوم وديا على الاتحاد المناسيري بنتيجة 1-1، هدف العراقي حسين علي. رسميا 10 سبتمبر وموعد مباراة ذهاب الدورة التمهيدي الأول من رابطة الأبطال الإفريقية بين الجيش الرواندي والاتحاد المناسيري مع مضى 3 في كيغالي. بالنسبة لمباراة الإياب في المناسير تتلعب نهار 18 سبتمبر مبدئيا مع 7 متاع العشية. مباراة النجم الساحلي الودية غدوة مع الخمسة ضد مستقبل رجيش باش تتلعب دون حضور الجمهور بسبب عدم قدرة ملعب محمد معروف على احتضان الجماهير. أولمبيك سيدي بوزيد تعاقد مع متوسط ميدان ترجي بدر الملهي لمدة زوز مواسم، ومتوسط ميدان السنغالي يوسو ديوب لمدة 3 سنوات. سعد بقير هداف اليوم وقاد فريقه أبها للانتصار على الرائد في الجولة الأولى من البطولة السعودية بنتيجة 2-1، بعد ما كان الرائد متقدم في نتيجة 1-0. الفريق أبها عاد النتيجة مع بداية الشوط الثاني، وسعد بقير في دقيقة 60 يسجل الهدف الثاني لفريقه اللي يعني هدف الانتصار وثلاثة نقاط في المقابلة متاع اليوم. مقابلة كان لعبها سعد بقير أساسي، وبالنسبة لبلال لعيفة كان خارج قائمة فريق أبها المباراة اليوم. في انجلترا ارسنال يواصل الانفراد بالصدارة بعد الانتصار على فولهام 2-1 اليوم، انتصار ساحق ليفربول بنتيجة 9-0 ضد بورنموث. تشيلسي فاز على ليستر سيتي 2-1، ساوثامبتون خسر ضد المان يونايتد 1-0، ومان سيتي ربح كريستال بالاس 4-2، منهم ثلاثية هي الأولى للمنتدب الجديد للسيتي إيرلينغ هالاند. في إيطاليا يوفي تعادل مع روما في مباراة القمة 1-1، والميلان ربح بولونيا بنتيجة 2-0. في ألمانيا هيرتا برلين خسرت ضد بوروسيا دورتموند 1-0، وبايرن تعادل مع بوروسيا مونشنغلادباخ بنتيجة 1-1. في المقابلة متاع اليوم حارس بوروسيا مونشنغلادباخ يان سومر عمل رقم قياسي في البطولة الألمانية بتصديه ل 19 هدف. اليوم عمل 19 تصدي يان سومر وحقق رقم قياسي في البوندسليغا. ومقابلة وفيت ما بين بوروسيا مونشنغلادباخ والبايرن بنتيجة التعادل 1-1. في إسبانيا إلشي خسر ضد ريال سوسيداد 1-0، ورايو فاليكانو خسر ضد مايوركا 2-0. في فرنسا أوسير ربح ستراسبور 1-0، ولونس ربح ترين 2-1. في ليغ 2 في فرنسا باري اف سي تعادل مع كون 1-1، ماتش كامل علي العابدي اللي اعطى تمرير هدف كون في مباراة اليوم. سوشو ربح نيور 3-0، الزمزمي اساسي مع نيور وخرج في الدقيقة 81. وفي سويسرا اليوزيرن ربح افسيسيون 2-0، محمد دراجر اساسي مع اليوزيرن وخرج بالورقة الحمراء في الدقيقة 88. اخبارنا الرياضية ديما متواصلة على سيت موزايكا فامبونات، نخليكم مع ميكس شيك.